في واحد مثلا يحل المشكلة بالكذب، وبعدين لأنه يجد الكذب بيجيب نتيجة، شوية بشوية تبقى عادة عنده أن يحل المشكلة بالكذب. في واحد يحل المشكلة بتبرير الذات، ودي تتكرر فتبقى تبرير الذات عادة عنده، منين فيقع في مشكلة يحاول يبرر ذاته. في واحد يكون عنده عادة انه يتكلم عن نفسه وتبقى طبع. مفروض ان الواحد اول ما يلاقي خطأ معين ابتدى عنده يبعد عنه، يبعد عنه. لو لقيت مثلا حب الاستطلاع ابتدى يشتغل معك، تقابل فلان وتسأل وجرى ايه وحصل ايه وعملت ايه وسويت ايه، طب وانت مالك بيه عشان تسأل هذه الأسئلة؟ أخطاء ممكن بالوقت تتحول لعادة والناس يكرهوك لأنك بتحاول تتدخل في خصوصياتهم. وتحاول تعرف أسرارهم غصب عنهم، ابعد عنها من أولها. واعرف قاعدة معينة، الخطأ اللي تعمله النهاردة بإرادتك ممكن تعمله بكرة بغير إرادتك، لأنه هيتحول إلى عادة تسيطر عليك، يتحول إلى عادة تسيطر عليك. ولما العادة تسيطر الإرادة تضعف أمامها. حاول إن إرادتك تبقى قوية، لا تغلبك الشهوة ولا تغلبك العادات ولا تغلبك الطباع. في ساعات الإرادة تضعف أمام الإغراء، الأمام الإغراء. إزاي أمام الإغراء؟ زي ما أمنا حواء الحية قالت لها لما أنتوا تاكلوا من الشجرة تصيران مثل الله، هذا إغراء إنهم يبقوا زي ربنا. ابتدت إرادتها تضعف، بينما كانت الشجرة دي في وسط الجنة بيمروا عليها كل يوم ولا يتأثروا، لكن أول ما دخل الإغراء تصيران مثل الله ابتدت الإرادة تضعف، فنظرت للشجرة إذا هي جيدة الأكل وبهجة للعيون الحكاية لخبطت معها. ابعد عن الإغراء، المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. المزمور الأول بيقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ابعد، سواء الإغراء ده جالك من مكان أو من شخص أو من قراية مجلة أو من قراية جرنان أو من وسائل إعلام، ابعد عن الإغراء. إرادتك تبقى قوية طول ما أنت بعيد، كل ما تقترب من الإغراء إرادتك تضعف، فخليك بعيد أحسن لك.